يا دينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه وصل. بنتواصل معكم في واحد من الموضوعات الهامه التي تدور في فلك حياتكم. طبعا كل عام وانتم بخير. 38 عام على تحرير سيناء ورفع علم مصر على اخر شبر في سيناء بعد معركه دبلوماسيه قويه. بالطبع متابعتنا لاهم الاخبار والترندات دائما متواصله معكم، ودائما نتلقى تعليقاتكم على مواضيعنا الرئيسيه، وانتم دائما اساس هذا البرنامج. دعوني أبدأ بمجموعة أو بأحد الأخبار المغلوطة التي تابعناها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى بعض مواقع الأخبار الغير صحيحة. هناك خبر عن أنه سيتم إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية الجديدة بالبلاستيكية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2020. وبالطبع أكد البنك المركزي أنه لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن لطرح العملات المصنوعة من مادة البوليمر، وشدد على أن كافة العملات الورقية المستخدمة حاليا سارية كما هي دون تغيير، وأنه عند البدء في التحول إلى العملات البلاستيكية الجديدة سيتم طرح فئات العشرة جنيهات كمرحلة أولى، على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعا. إذن لا صحة لموضوع أنه سيتم إلزام الجميع المواطنين بتغيير العملات بالعملات البلاستيكية الجديدة. طبعا نحن نعلم أنه سيتم تغيير العملة المصرية إلى عملة بلاستيكية حتى لا تنقل فيروس الكورونا أو الفيروسات أو الأمراض، لأن العملات طبعا هي واحدة من أساسيات نقل الفيروسات والميكروبات عن طريق نقلها طبعا وتناقلها بين المواطنين. إذن لا صحة تماما لما تم الإعلان عنه أنه سيتم إلزام جميع المواطنين باستبدال العملات الورقية بالعملات البلاستيكية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2020، وأنه البنك المركزي نفى هذا تماما وقال أنه سيتم طرح عملة بلاستيكية جديدة من قيمة من فئة العشرة جنيهات، ثم سيتوالى طرح باقي العملات وسيتم طبعا تغيير هذه العملات الورقية بالتدريج. دعوني أنتقل إلى موضوع حلقة اليوم. وكما قلت في البداية، كل عام وأنتم بخير. 38 عام على تحرير آخر شبر في سيناء بعد معركة دبلوماسية كبيرة. سيناء عانت لعقود من الإهمال والتهميش، ولكن بعد تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور ورئاسة الجمهورية، وجه بتنمية سيناء على أساس أنها جزء أصيل من هذا الوطن، وأن أهل سيناء يحتاجون أن يحسوا بالانتماء الفعلي لهذا الوطن، وأن تنمية سيناء هو الأساس في الحرب على الإرهاب. سيناء رويت بدماء كثيرة، سواء من الجنود والضباط المصريين في حرب 73 أو 67، وأيضا في الحرب على الإرهاب الآن، وتحتاج للتنمية لتأكيد أن التنمية هي أساس ما يدحض الإرهاب. سؤال حلقة اليوم كالتالي: في الذكرى 38 لتحرير سيناء، كيف ترى الطفرة التنموية التي تحققت هناك؟ طبعا كالعادة تابعونا، شاركونا بأراءكم ومقترحاتكم المختلفة كلها على همزة وصل إي جي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. دعوني أخرج إلى تقرير سريع ضعنا في موضوع حلقة اليوم، ثم نبدأ بعدها معكم التواصل. الخامس والعشرون من أبريل كل عام يوم يذكر أبناء الشعب المصري باسترداد كامل أرضه في سيناء من المحتل الإسرائيلي بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها تنفيذا لمعاهدة السلام التي أبرمت في مارس عام 1979 بين مصر وإسرائيل. واليوم تحل الذكرى 38 لتحرير سيناء حاملة معها افتتاحات كثيرة تؤكد من جديد اهتمام القيادة السياسية بملف تنمية سيناء وعزمها على المضي قدما في تنفيذ المشروعات القومية التي تعزز هذا الهدف رغم كل الظروف التي تمر بها مصر والعالم في الآونة الأخيرة. وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام قليلة عددا من المشروعات القومية والتنموية بشرق قناة السويس، وأبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي 2 أسفل قناة السويس، ومحطة معالجة مياه مصر في المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس، جاء بالتزامن مع تلك الذكرى العزيزة على نفس كل مصري. بعد عودة سيناء إلى أحضان الوطن الأم، انتهى تحدي تحريرها وبدأ تحدي تعميرها. ولم تأل الدولة المصرية جهداً
في سبيل تحقيق هذا الهدف، ولعلكم تتابعون حجم المشروعات التي تتم الآن على أرض سيناء، والتي تم إنجاز عدد كبير منها لتحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل دائمة لأهالي سيناء. رسائل التحدي التي كتبها المصريون بجيشهم العظيم ودبلوماسيتهم بدأت بإصرارهم على تحرير أرض سيناء، واستمر الخيط على استقامته إلى أن وصل هذا العام بالتأكيد على أن مصر لن تتوقف عن المضي قدما في مسيرتها نحو بلوغ أهدافها، تستكمل بطولاتها في ميدان تنفيذ المشروعات القومية العملاقة. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا هذا التقرير السريع وجزء من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها في طبعا افتتاح الجزء الأول من انتهاء حفر النفق الشهيد أحمد حمدي 2 الذي يصل بين السويس وسيناء، وبالطبع هو استكمالا لمجموعة من 6 أنفاق موجودة بين شرق القناة وغربها الآن، وهو جزء كبير لتعمير وستفتح باب التعمير بشكل كبير على سيناء. نبدأ بمجموعة من الاتصالات الهاتفية. سيكون في البداية معي اللواء سمير فرج رئيس جهاز الشؤون المعنوية الأسبق. سيادة اللواء تحياتي وكل عام وانت بخير في البداية. كل السادة المشاهدين، وحقيقة يوم عظيم وفخر لمصر كلها إن بذكرى 38 لتحرير سيناء. عايز أقول في البداية اسمح لي بس إن سيناء عبر التاريخ كانت هي البوابة التهديدات لمصر عبر التاريخ من 4000 سنة لهكسوس جنة من سيناء، وتولت كل الغزوات إلى أن انتهينا بالعدوان 56 و67 الإسرائيلي. سيناء زي ما قال سيادة الرئيس في اليوم الافتتاح دي إنها 60,000 كيلو مربع، 6% من مساحة مصر. الكلمة اللي حضرتك قلتها في البداية تعليقا على كلمة سيادة الرئيس إن سيناء عشان نأمنها لن يتم التأمين إلا بالتنمية. صحيح. إن إحنا ننمي سيناء ونحط فيها البشر، لكن لو جبنا جيوش العالم كله وحطيناها في سيناء لن تؤمن سيناء. ومن هذا المنطلق كان احتفال سيادة الرئيس في الأسبوع الماضي ببدء مشروعات التنمية. قعدنا نقول في الفترة اللي فاتت سيناء رجعت لينا، كانت سيناء رجعت لينا بالكلام. لما أول حاجة زي ما حضرتك برضو قلت في المقدمة، الخمس كباري والأنفاق، أنت وصلت سيناء بالدلتا، فأصبحت النهاردة جزء مكمل من مصر. وزي ما قال سيادة الرئيس النهاردة سيناء بيتصرف عليها 600 مليار جنيه. صحيح. 600 مليار دول يمثلوا 25% من مبالغ التنمية في مصر. انت بتصرف 25، عشان كده بنقول ان احنا بنأمن سيناء بالتنمية. صحيح. قوات مسلحة بس واخدة مشروعات ب 300 مليار. وسيادة الرئيس برضو لما قال ال 300 مليار دول لما نيجي نحسبهم بالعائد الاقتصادي هنلاقي ما يطلعوش ولا بعد 50 سنة العائد بتاعهم، لكن العائد الأكبر هو ايه؟ الأمن القومي المصري. صحيح. سيادة اللواء، طبعا حضرتك بورسعيدي يعني زي اكيد، فهتعرف والناس اللي من خط القناة عارفين يعني ايه ان هم يبقى اهلهم مثلا احنا في بورفؤاد وناس في بورسعيد، وكل الناس بتقعد في المعدية شرق التفريعة، والناس بتتنقل لما بننقل بضايع بننقل بالساعات، بتقعد بالساعات وبالايام عبال ما تتنقل. الوقت في نفق بين نفقين في بورسعيد، نفقين في الإسماعيلية، وطبعا نفق الشهيد أحمد حمدي 1 و2. يعني النقل بين سيناء وبين بين الخط الشرقي والخط الغربي هيكون في خلال ربع ساعة بأكثر تقدير. تقول للناس ايه فكره التنميه هنا؟ كلام سيادتك 100% مظبوط، ونضيف عليها ان قال سياده الرئيس ان احنا كوبري الفردان بتاع زمان اللي كان بيعبر عليه السكه الحديد باعاد تاهيله مره اخرى عشان السكه الحديد تعود مره تانية من مصر او من الدلتا الى سيناء. الكلام اللي قلته مظبوط جدا، واحنا كنا بورسعيد عشان نعدي القناه الناحيه الثانيه نروح بورفؤاد بنقعد لنا 3-4 ساعة. فالكلمة اللي كانت بتتقال الفترة اللي فاتت كان، وانا دايما بقولها في كل مداخلاتنا، ان حد كان بيعمل مزرعة فراخ في سيناء عشان ينمي. لا، ان الفراخ هتقعد على المعبر عشان تعدي 6 ساعات 8 ساعات الكتاكيت هتموت. صحيح. اذا انت استحالة انك تعمل مشروعات.
الانتاج الخوخ اللي كان بيطلع من سيناء والفكه والكلام ده عشان تيجي القاهره وتقعد برضو 6 ساعات 7 ساعات في الحر ده بتضرب الفكه. صحيح. فالنهارده انت ده انا بدي حاجات بسيطه مبسطه للمواطن المصري عشان يبقى فاهم يعني ايه قيمه هذه الانفاق اللي تمت. انت فعلا وصلت النهارده الدلتا بسيناء، اذا كل الاستثمارات اللي هتتم في الفتره اللي جايه لصالح سيناء. الاستثمارات اللي قال عليها سياده الرئيس، اول حاجه وانت برضو بورسعيدي وعارف بحيره البردويل، بحيره صحيح. البردويل فيها احسن سمك في العالم. اسرائيل قعدت 6 سنوات في سيناء احتلتها، ما فيش سمكه من بحيره البردويل راحت اسرائيل، كله كان بيتصدر. عشان كده النهارده السيد الرئيس قال اعدنا تطهير البحيره، اعدنا تطهير البغاز، عملنا مصنع للمراكب، عملنا مصنع للاسماك، عملنا ميناء، ميناء النهارده في البردويل عشان يصدر على طول الى اوروبا. صحيح. انت فاهم؟ عملت مدرسه ثانويه للاسماك عشان الطلبه، ده انت بتعمل شغل، وبعدين عملت قرى للصيادين هناك، يعني انت بتعمل بنية تنموية ممتازة في المنطقة. ده دي بس لوحدها، واحنا بنتكلم على طبعا نيجي على المصانع انت عامل 15 مصنع رخام. انت عندك، انت كنت بتصدر الرخام كده جاف بلوكات ويطلع الصين ويتقطع وبتاع ويتحل ويرجع بودرة رخام تاني. احنا النهاردة بنعملين 15 مصنع رخام، بتطلع الرخام بتاعك مجلي مظبوط يطلع يتشغل ويتعمل. فانت شغلت ناس، انت استثمرت في سينا المصانع الاسمنت اللي الموجوده. طب اسمح لي يا سياده اللواء، يعني دايما احنا عارفين ان سينا شمالها وجنوبها دايما كانوا اخدين كل الخير بصراحه، يعني عشان نكون صراحة. تمام. لكن في وسط سينا عشان يمكن صعوبه الارض الجبال اللي موجوده، وحضرتك رجل من رجال القوات المسلحه واكيد رحت سينا وعارف وعوره الارض هناك، الناس بيشتكوا ان وسط سينا، وكاننا بنتكلم ان عايزين نقسم سينا لثلاث اجزاء، تبقى محافظه شماليه ومحافظه جنوبيه ومحافظه في الوسط عشان تاخد جزء من التنميه. تقول ايه في هذه لا النهارده في جهاز تعمير سينا او هيئه تعمير سينا ماسكها احد الناس المحترمين في مصر، وسينا بتتعمر ككل للمنطقه بالكامل. نعم. وسط سينا اللي حضرتك قلت عليه ده فعلا كان يعني ايه نقول مش واخد حقه الفتره اللي فاتت، ولكن اتعمل ايه بقى؟ البدو بتوع سينا، شوف الاف السنين. نعم. اللي فاتت البدو كانوا رحل ولم يتم النظره لهم ابدا، ودول اهل سينا. اتعمل ايه بقى؟ البدو عايز ميه ويعيش جنبها. الفتره اللي فاتت من حوالي 20 30 سنه الفتره كان بيتعمل قرى بدويه، يعملوا شويه مساكن وبتاع، ويدوا مفتاح البدو يحط المفتاح في جيبه ويمشي، بيمشي تبع الميه. الرئيس السيسي اول ما جاء قال لا، احفر بير وبعد البير ما يطلع ميه ابني حواليه البيوت للبدو، وادي كل بدو 5 فدادين، وبعدين اعمل له مدرسه عشان ولاده. اذا احنا كمان 4 سنين هنلاقي من البدو دول ولادهم دخلوا الثانويه، خدوا التوجيه، اللي بقى ضابط جيش، اللي بقى ضابط شرطه، اللي بقى محامي، اللي بقى وكيل نيابه، طبيب، مدرس. انت اذا هنا برضو اخذت الشعب السيناوي والبدوي ودخلته داخل هذا المجتمع. عشان كده المشروع اللي بيتم في سينا مشروع متكامل، مش موضوع انك انت بتعمل طرق او بتشق طرق. انت مين العريش بعد ما كان بيسعى 4 مراكب فقط، النهارده بيسعى 20 مركب. اذا كل ما تصدير الاسمنت وتصدير الرخام هيتم من العريش. اذا في صحوه تنمويه كامله بدأت صحيح في صحيح. الأنفاق والطرق. نعم. والمصانع الجديدة. نعم. أنا بشكرك سيادة اللواء سمير فرج رئيس جهاز شؤون المعنوية سأسبق، بشكرك شكرا جزيلا، وكل عام وانت بخير طبعا. يعني بهذه الذكرى العطرة وذكرى الجميلة طبعا، ذكرى تحرير سيناء وآخر شبر فيها. معي دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق الأسبق. دكتور محمد تحياتي. تحياتي لسيادتك يا فندم. اهلا بحضرتك. طبعا لازم اقول لك كل سنه وانت طيب، عيد يعني طبعا عيد تحرير سينا وتاني يوم في رمضان. بنتكلم بشكل اقتصادي، دايما بنقول ان التنميه الاقتصاديه هي المحرك الاساسي للبشر، وهي التنميه وقاطره الانتاج، واهم من كده هي زارعه الامن والامان والتعمير في المناطق. يعني كيف ترى 600 مليار هيصرفوا على سينا في التعمير يعني بعد 30 سنة أو أكثر من 38 سنة من تحريرها؟ خليني الأول أهني حضرتك وأهني حضرتك. ألو؟ أيوة معاك يا فندم، اتفضل. أهني حضرتك وأهني كل المصريين بعيد تحرير سينا، وبعدين عشان نيجي نتكلم على سينا نقول فيها إن هو تنمية سينا النهاردة ليست لحظة طرفية،
أو إنها هتكون شيء مؤقت. نعم. ليه؟ لأن الدلتا عندنا انزحمت بشكل كبير جدا، وبالتالي أصبح هناك تكدس في منطقة الدلتا، وأصبح هناك الفائض السكاني فيها كبير، وفي تآكل في أرض زراعية، والمجتمعات بقت قديمة. إذن في هذه الحالة تصبح التنمية في سيناء ضرورة قومية بالجانب إلى الضرورة العسكرية أو الجانب الاستراتيجي. طبعا. من هنا لما تيجي مصر النهاردة تدفع 600 مليار جنيه على تنمية سيناء، الهدف زي ما تفضل سيادة الرئيس وقال أنه إحنا مش رايحين نكسب ربح، لكن إحنا أنا بقول لحضرتك أنه هو أو نهدف الأرباح، لا، إحنا رايحين نبني دولة ونبني مستقبل للدولة المصرية. سيناء مساحة كبيرة من أرض مصر، سيناء أرض مستوية وفيها ملتقى الأديان، ومن هنا لما أجي أعمل فيها مشروعات تنموية معناها إن أنا بمتص الفائض السكاني وفائض العمالة إلى منطقة مهجورة عبر مئات السنين، وكان هناك تهديدات للأمن القومي المصري طبعًا. في هذه المنطقة. إذن في هذه الحالة تصبح هنا إحنا الحقيقة طبعا الدولة المصرية من 2014 وبداية الخطة التنمية 2016، خطة الإصلاح الاقتصادي 2016، كانت سيناء لم تغب على الرؤية المصرية أو الرؤية الاستراتيجية المصرية ولا التنمية، وبالتالي كان هناك إدارة تنمية. نعم. لاحظ حضرتك أن هناك مناطق استراتيجية ومناطق لوجستية ومناطق صناعات كبيرة على منطقة القناة، باعتبار أن هذه المناطق يقوم فيها صناعات استراتيجية كبيرة وصناعات طبعًا استراتيجية وصناعات متوسطة. طيب دكتور محمد، أكيد لازم لا نغفل أهمية الطرق وشرايين الحياة اللي بتوصل بينا. أرجوك ابقى معي دكتور محمد. انضم إليه دكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس. دكتور حسن تحياتي. أهلا بحضرتك. كل سنة وأنت طيب. طبعا والمصريين كلهم بخير. وأنت بخير دكتور حسن. دايما يعني الاقتصاديين والناس كلها عارفة، والمهندسين وكلهم عارفين أن الطرق السكك الحديدية هي ناقلة الحضارة. دايما يقول لك أمريكا اتبنت مع يعني إن هي كانت كبيرة وواسعة كده عن طريق السكة الحديد. فكرة عمل طرق داخل مناطق وعرة زي سيناء، شفنا جنوب سيناء اتعمر بالطرق ما بين مصر والعريش ومصر وجنوب سيناء سواء شرم الشيخ أو غيره. أهمية الطرق وأهمية الصرف على الطرق ووضع مخصصات مالية للطرق كأنها شرايين الحياة. شوف، هو شبكات النقل والتنمية وجهان لعملة واحدة. نعم. يعني ما ينفعش أعمل تنمية من غير ما يكون عندي شبكة نقل جيدة. شبكة النقل دي بتشمل الطرق وبتشمل السكة الحديد، بتشمل النقل النهري وبتشمل النقل البحري. فمن غير ما يكون عندي أدوات نقل جيدة لا يوجد تنمية. طالما في شبكة نقل وعلى رأسها طبعا الطرق والمشروع القومي للطرق أضاف ما يقرب من 6000 كيلو متر طولي، ونحن نعمل في المرحلة الثالثة من مراحل المشروع القومي للطرق، أدت هذه المشروعات إلى عايز أقول تدعيم أو إيجاد فرص الحياة لمشروعات التنمية المستدامة. بنتكلم على تنمية مستدامة، يعني أنا عايز تنمية أضمن لها فرصة البقاء، يبقى لازم يكون في عندي مقومات الحياة، مقومات الاقتصاد، أن يكون في عندي بنية أساسية قوية تشمل على رأس هذه البنية الأساسية مشروعات الطرق، وبيجي معها الكهرباء والمية والصرف. ويمكن تابعنا الاتحاد اللي قام بيها فخامة الرئيس مع مناسبة عيد تحرير سيناء، وكمان تزامنت مع بداية شهر رمضان الفضيل. هذه الافتتاحات إن دلت على شيء فإنما تدل على أن شبه جزيرة سيناء وإقليم سيناء في القلب من فكر القيادة السياسية. هذه المناطق هي مناطق غالية على قلب كل مصري، والتنمية فيها لا ننظر إلى هتتكلف كام، لأن لابد أننا أعالج ما تم من قصور في العقود الماضية. نعم. أهملت سيناء في العقود الماضية فكانت بؤرة خصبة للإرهاب وكانت مطمع، وبالتالي لابد أن نتدارك ذلك. والدولة من 2014 مش النهاردة شغالة على هذا الكلام على قدم الوثاق. عندنا 5 أنفاق تحت قناتي السويس الجديدة والقديمة، عندنا أنفاق شمال الإسماعيلية وجنوب بورسعيد، 2 في شمال الإسماعيلية و2 جنوب بورسعيد، وفي الأمس القريب كان خروج مكنة الحفر من نفق الشهيد أحمد حمدي 2. كل هذه الأمور بتؤدي
يؤدي إلى توطيد الربط ما بين شبه جزيرة سيناء وما بين باقي أجزاء الجمهورية. طب ده فايدته إيه؟ فايدته سهولة نقل البضائع وسهولة تنقل الأفراد، وبالتالي أقدر أشجع الناس أنها تروح تستثمر أو تعيش في هذه المناطق الواعدة، مع الحزم التسهيلات اللي بتديها الدولة للمستثمر والمواطن هناك. نعم، أنا بشكرك دكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، بشكرك شكرا جزيلا. وأعود دكتور محمد الشياطفي الخبير الاقتصادي. دكتور محمد، أيضا فكرة الطرق هي ناقل، مفيش حد هيروح يستثمر ولا يفتح مشروع زي ما قال اللواء سمير فرج، اللي هيفتح مزرعة فراخ هناك هيلاقي أن الفراخ بتاعته هتموت قبل ما توصل أو هترجع. اللي كان بينقلوا الفاكهة ما كانوش بيقدروا ينقلوا الفاكهة عشان بتقعد ساعات كتير على المعديات فكانت بتبوظ، لكن احنا الوقت عندنا طرق، عندنا انفاق بتختصر هذه الاوقات. اهمية طبعا الطرق والكباري والانفاق خاصة في تعمير منطقة تعتبر بالنسبة لناس كتيرة بعيدة شوية عن المنطقة اللي احنا متعودين عليها اللي هي الدلتا. دكتور محمد حضرتك سامعني؟ ايوه يا دكتور. بص يا فندم، الطرق بقت النهارده اصبحت احد المحددات الاساسيه للتنميه في اي دوله. وبناء عليها ان النهارده لما تيجي مصر تبني مجموعه من الطرق او شبكه الطرق اللي موجوده النهارده قربت المسافات بين المناطق الجغرافيه المختلفه، وبالتالي هنا ساعدت في المنطقه اللوجستيه نقل البضاعه من سيناء الى الدلتا ومن الدلتا الى سيناء، بالاضافه ذلك ساعد على ذلك كمان الانفاق وحركه الطرق. ليه؟ لأن حضرتك سيناء عندها في داخل عندها خليج العقبة وخليج السويق، والاثنين دول مناطق سياحية زائد المعادن، فهذه الأمور كلها محتاجة نقل، سواء نعم. محتاجة نقل من الدلتا أو محتاجة نقل من سيناء. نعم. ده كمان ما تنساش حضرتك كمان أن سيناء في المنطقة دي أو المنطقة اللي هي موجودة فيها بتربط البترول بتاع الخليج وإيران بالعالم، فمعنى ذلك أن هو سيناء بتعتبر الأساس وبناء التوازن الإقليمي الاقتصادي في الدولة المصرية أو منطقة الشرق الأوسط. ومن هنا لا يجب أن ننظر إلى سيناء على إنها على إنها نقطة من مصر، لا، سيناء هي ملتقى قارات، سيناء ملتقى طرق. ومن هنا كان النظرة السياسية النظرة الاستراتيجية للدولة المصرية في بناء الطرق على أن تكون بداية والبنية التحتية هو اللي هينفع مصر من إلى من دولة اقتصادها ضعيف إلى دولة نمر اقتصادي داخل المنطقة. وده واضح حتى لما جينا في منطقة في أزمة الكورونا النهاردة. لو كنا النهاردة أزمة الكورونا دي كانت 2013 كانت الناس أكلت بعضها. صحيح. النهاردة حضرتك صحيح. النهاردة حضرتك عندنا أزمة كورونا عالمية، والمواطن المصري بينزل يلاقي سلعته بيلاقي حاجته وسعر الدولار بتاعه وسعر الجنيه بتاعه ما تهزش، الأسعار بتاعتها ما تعملش. ده يقول لنا إيه؟ إن البناء الاقتصادي هو أساس البناء السياسي. صحيح. وأن البناء الاقتصادي هو اللي بيخلي القوة الدولة، والاستقرار الاقتصادي هو أساس الاستقرار في كل المواقف سواء الإقليمي أو السياسي. نعم، أنا بشكرك يا دكتور محمد. دكتور محمد الشاطفي الخبير الاقتصادي عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق الأسبق، بشكرك شكرا جزيلا. بشكر دكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس. إذن مشاهدينا الكرام، دي كانت مجموعة من طبعا اتصالاتنا الهاتفية مع ضيوفي ومحللين، بنتحدث عن الذكرى 38 لتحرير سيناء وأهمية التنمية في سيناء مع اهتمام القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكما أعلن 600 مليار جنيه لتعمير سيناء، ما يمثل تقريبا ربع قيمة الاستثمارات الموجهة للاستثمار والتنمية في مصر. سأقرأ عليكم مجموعة من تعليقاتكم التي وردتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدأ بأيمن رمضان الأنصاري. الذكرى 38 لتحرير سيناء، نرى الطفرة التنموية التي تحققت في سيناء، يحدث في سيناء من مشروعات عملاقة وشاملة لتنمية أرض فيروز عهد جديد. كل ذلك تغير فور انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، حيث وضع تنمية سيناء على رأس أولوياته نظرا لأهميتها الاستراتيجية وعرفانا من الدولة المصرية بأهالي سيناء وتضحياتهم المستمرة عبر التاريخ. وتحيا كل الشعب، يحيا كل شعب مصر العظيم وقائدنا الشريف، وصورة للرئيس عبد الفتاح السيسي. محمود الضوي بيقول: يا جبل ما يهزك ريح، يا جبل
من قبل الرئيس السيسي إلى السويس لافتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2، زيارة لمحافظة الإسماعيلية لافتتاح مشروع معالجات مصرف المحسمة وصحارة سرابيوم التي تنقل بدورها المياه من مصرف المحسمة إلى سيناء. معايا إلهامي عبد الرازق بيقول ما يحدث في سيناء في 4 سنوات إنجاز تنموي غير مسبوق ولا تعليق، غير تحية للإدارة المصرية. معي ديفيد فايز بيقول نرى طفرة تنموية كبيرة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعمل شبكة طرق عالمية وعمل قناة السويس الجديدة. نهد عبد الفتاح بتقول السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير وانت بخير. الاتجاه لتعمير سيناء مطلب ضروري، فهو يغلق الكثير من طرق التخريب ويفتح الكثير من طرق التعمير. هو راحة من صداع تسلل الإرهابيين وأيضا ثروة قومية لمصر والعالم، وترك أرض سيناء خاوية لتكون مسرح عمليات دائم، مخطط استعماري عظيم يتربص بمصر، وكل ما حانت الظروف ليكون تعمير سيناء بكل طوائف الشعب من الصعيد للدلتا مساهمة حياة أو موت. وأتمنى أن لن تنظر الدولة للتكلفة المادية للاستزراع أرض سيناء أو إقامة المدن الصناعية فيها لتوطين الشباب هناك. وسنكتفي بهذا القدر من تعليق ناهد عبد الفتاح. وبهذه كانت مجموعة من تعليقات التي وردتنا، وطبعا هناك مزيد من التعليقات. دعوني أنتقل إلى اتصالات هاتفية جديدة. معي دكتورة رندا حسين أستاذ التخطيط الإقليمي والتنمية. دكتورة رندا تحياتي. دكتورة رندا وانت طيبة، أهلا بحضرتك. دكتورة رندا طبعا خلينا نتكلم على الشكل التخطيط الإقليمي وتخطيط التنمية. دائما يعني بينظر ليها أو دائما بنسأل نفسنا هل هو تخطيط اقتصادي فقط، لكن التخطيط الاستراتيجي بيتم وضع فيه أبعاد كثيرة. رؤيتك لسيناء كيف يمكن يعني بخبرتك التخطيط الاستراتيجي ليها، وعلى الأقل لازم يكون لكم سنة قدام؟ أولا كل سنة وطيبين طيبة دكتورة. تحرير سيناء وشهر رمضان المبارك. هقول لحضرتك هو التخطيط الاستراتيجي هنا لأي مكان خصوصا يبقى واعد وعليه جدال سنين طويلة، هي الموارد اللي فيه ده أولا. فأي تنمية أو أي استراتيجيات هتتعمل بتقام على 3 قواعد رئيسية. نعم. أولا الموارد اللي موجود. نعم. ثانيا الإنسان اللي هيعيش واللي هو هدف وسيلة التنمية. صحيح. نعمل التنمية عشان يعيش إنسان حياة كريمة، وفي نفس الوقت هو الهدف، هو الهدف يعني. وهو الوسيلة، هو الوسيلة. أوكي. ثالث حاجة الأنشطة الاقتصادية اللي هتقام على الموارد، يبقى الأماكن الجديدة الواعدة اللي لسه ما فيهاش تنمية جامدة بيبقى المدخل الاقتصادي. نعم. يعني هي كل المداخل لازم تتحقق. صحيح. بس هنا علشان هي مناطق جديدة وواعدة يبقى المدخل أو المحرك الأساسي هو الاقتصاد. هو المحرك الاقتصادي، بس المحرك الأساسي. التنمية طبعا والبشر هو الأهم، وده اسمحي لي أرجوك يبقى معي دكتورة رندا. معي دكتور عبد الرحيم عميرة أستاذ التنمية البشرية بجامعة العريش. دكتور عبد الرحيم أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا كل عام وانت بخير بذكرى تحرير سيناء وأيضا بشهر رمضان المعظم. وخلينا أسألك يعني طبعا العريش احنا عارفين مدينة هامة جدا من مدن سيناء، ولازم أكد برضو النهاردة أن احنا دايما لما بنتكلم على والناس بتقول والإعلام بيتكلم على الإرهاب في سيناء، ده تعبير خاطئ. سيناء ليس بها إرهاب، سيناء سليمة تماما. هم يعني أقل من 20 كيلومتر، هم منطقة متخمة الرفح، وهي دية المنطقة اللي بيبقى فيها إرهاب والجيش بيتصدى ليها، لكن باقي سيناء نظيفة تماما. يعني في البداية تعليقك على تنمية سيناء وانت واحد من أهالي سيناء، تنمية البشر. أولا في البداية بنهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. نعم. ورجال القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبتي شهر رمضان وذكرى 38 لتحرير سيناء. أولا حضرتك يعني التنمية على أرض سيناء، يمكن سيناء كانت في الفترات السابقة كانت مهملة وكانت يعني مرتع للعمليات الإرهابية والتطرف الموجود، ولكن حينما تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني حصلت طفرة كبيرة جدا في المشروعات التنموية على أرض سيناء. نعم. وأنا لما هتكلم على المشروعات التنموية على أرض سيناء هتكلم على شيء يعني حتى النهاردة احنا عندي جامعة العريش النهاردة استقلت عن جامعة قناة السويس
وأصبحت في كليات كثيرة جدا على أرض سيناء، وتم إضافة معهد عالي للدراسات البيئية للاهتمام بالدراسات البيئية والاستفادة منها لتنمية سيناء لتحقيق العائد الأكبر من البنية المتاحة والمشروعات التنموية لتحقيق تنمية على أرض سيناء. النهاردة تم ربط سيناء تمام بالوادي من خلال مجموعة من شبكة الأنفاق والطرق اللي هي موجودة. النهاردة عمليات الإرهاب وما يزاع على أن سيناء بني سيناء مطرح للإرهاب والتطرف، كان في فترة سابقة، ولكن بفضل الجهود الجبارة للقوات المسلحة والشرطة المصرية تم تقليص هذه الكمية من الإرهاب اللي موجود، والآن سيناء إن شاء الله في فترة قريبة جدا سيعلن أنها خالية من الإرهاب والتطرف. تمام، ولكن إحنا النهاردة وإحنا بنتكلم على تحرير سيناء والتنمية في سيناء كأبناء سيناء، إحنا النهاردة بجانب جامعة العريش اللي هي موجودة على أرض سيناء ووجود كليات متخصصة فيها وجاري افتتاح كلية الطب العام القادم إن شاء الله، إحنا بنطالب الدولة تمام بإنشاء فرع لجامعة الأزهر لمحاربة الفكر المتطرف على أرض سيناء. ويمكن إحنا في فترات سابقة خدنا موافقة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بإنشاء فرع لجامعة الأزهر على أرض سيناء، اللي إحنا بجانب التنمية وتحقيق صحيح صحيح تمام لابد ان يكون هناك يعني فكر لتغيير طبعا فكر مستنير، فكر ديني سواء اسلامي او مسيحي موجود في سيناء. ارجوك ابقى معي دكتور عبد الرحيم وعضو دكتوره رندا حسين استاذ التخطيط الاقليمي. دكتوره رندا، يعني جزء ايضا من التنميه هو تنميه البشر زي ما حضرتك قلتي، ولكن عشان ننمي البشر لازم ما نخرجهمش، بالذات ان في مناطق ليها عادات وتقاليد واعراف وطريقه حياه زي سيناء، ازاي ننمي هؤلاء البشر مع الاحتفاظ بعاداتهم؟ زي ما قلت حضرتك ان في ثلاث عناصر اساسيه هي الموارد، البشر، الاقتصاد. نعم. اللي بتعمله الدولة دلوقتي هي بتنشئ بنية أساسية ومشروعات عشان يتقام عليها اقتصاد قوي. نعم. طيب اللي هيروح يشتغل يا إما أهل سيناء يا إما ناس من الوادي هتروح تشتغل هناك وتتوطن مع أهل سيناء. صحيح. يبقى إحنا محتاجين إعادة تأهيل المستقبل، في فئة مستقبلة للأنشطة ومستقبلة للبشر الآخرين اللي جايين من الوادي. الفئة دي هي المستفيد الأول اللي أنا عايزة أنميها وأرفع كفاءتها. يبقى لازم سياسات التعليم وسياسات التنمية والوعي والكلام ده كله هنشتغل عليه إن هو يؤهل عشان يلاقي فرصة عمل على طول في المشروعات الكبرى دي. صحيح. يبقى سياسة التعليم اللي هتتعمل تتواجه يعني تتناسب مع نوعية المشروعات اللي جايالي، فبالتالي أنا من سينا، من أهالي العريش، من أهالي بئر العبد، من أهالي أي مكان، أنا مؤهلة إن أنا هخش في فرصة عمل تتناسب مع فرصة مؤهلي اللي أنا خد. صحيح. كده سياسات التعليم للمناطق اللي هي وعيدة زي كده لازم أعمل كليات ومعاهد تتناسب مع الأنشطة اللي هتخرج، أأهل نعم. المجتمع أن يلاقي فرصة العمل. صحيح. يبقى هو التعليم كده. هو التعليم هو طبعا مثل. البداية والأهم من يعني هي الخطوة الأولى والهامة في هذا. أنا بشكرك دكتورة رندا حسين أستاذ التخطيط الإقليمي والتنمية، بشكرك شكرا جزيلا، وأعود مرة جديدة دكتور عبد الرحيم عميرة أستاذ التنمية بجامعة العريش. دكتور عبد الرحيم، أيضا تنمية البشر هل هو التعليم هو المدخل الأساسي فعلا؟ هو حضرتك احنا بجانب عملية التنمية، التنمية لها شقين، تنمية حجرية وتنمية بشرية. نعم. التنمية البشرية هي الأساس لتحقيق التنمية الحجرية والاهتمام بالمشروعات. أنا لما يكون عندي كوادر متعلمة قادرة على التخطيط والاستفادة من المعطيات اللي موجودة على أرض سيناء وتوظيفها التوظيف السليم هيحقق التنمية الحقيقية وهيوفر، لأن أنا عندي لما يكون عندي صانع ماهر تمام هيوفر علي أنا في الخامات والتخطيط اللي هو الموجود، على عكس لما يكون مثلا عندي عامل غير مدرب وغير مؤهل للعمل في أي انه يتعلم وهيكون العائد حتى الاقتصادي بتاعه قليل جدا وهيسبب خساره موجوده. نعم. اذا العنصر البشري اساسي هو موجود في عمليه التنميه بجانب تاهيله وتدريبه، التدريب الصحيح والاستفاده من قدراته الموجوده على ارض سيناء والاستفاده من ابناء الوادي الموجودين في المحافظات المختلفه لتعمير سيناء، لان انا عندي يعني المقوله اللي بتقول العمار يطرد البوار، وان احنا النهارده احنا مساحه سيناء اللي هي تمثل 6% من مساحه جمهوريه مصر العربيه محتاجه الى كثافه سكانيه تنزرع في ارض سيناء. صحيح. لان انا عندي اي تعمير او اي مصنع واي ارض زراعيه بتعمر في سيناء بتوفر على الدوله جندي وضابط ودبابه تكون موجوده، لان انا الارض الخاليه، الارض المهجوره، الارض اللي هي يعني فاضيه تمام بتكون عرضه للجماعات. صحيح. الارهابيه. صحيح. والفكر المتطرف اللي هو موجود. نعم. انا بشكرك دكتور عبد الرحيم عميره استاذ التنميه البشريه بجامعه العريش، بشكر دكتور
رندا حسين استاذه التخطيط الاقليمي والتنميه، بشكر دكتور حسن مهدي استاذ هندسه الطرق جامعه عين شمس، بشكر دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي وعميل كليه التجاره بجامعه الزقازيق الاسبق، واخيرا بشكر اللواء سمير فرج رئيس جهاز الشؤون المعنويه الاسبق. ومشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه، كل عام وانتم بخير. 38 عام على تنميه سيناء وعلى استلام اخر شبر من ارض سيناء بمعركه سياسيه هامه جدا تذكر في التاريخ بعد معركه الحربية وانتصار 73. مشاهدينا الكرام كل عام وانتم بخير، دايما بشكركم على متابعتكم لهمزة وصل. معادنا الآن من الساعة 11:10 وحتى قبل 12 بقليل، دايما تابعونا، شاركونا بآرائكم واقتراحاتكم على همزة وصل اي جي. شكرا جزيلا، مقلكم تحت فريق العمل وتحت حسام الدين. إلى اللقاء.